طبعا اي واحد بيبدا يتعلم تاريخ الطيران لازم يبدا من هنا. دي طياره اخوان رايت، بيسموها، بس دي متقدمه شويه، دي سنه 1911. برجس رايت موديل فلاير، دي مش الطيار، دي نموذج منها. الطياره الاصليه موجوده في واشنطن دي سي. ده النموذج اللي هو اتعمل القماش وخشب، ودي القصة بتاعتها، بس هصورها كده عشان ايه اللزوم. دي سنة 1911، وخلي بالك ان النوع ده دي تقدمت شوية، هو كان هنا خط فيها مكنة بس ما نفعتش، والطيارة الأولانية ما كانش فيها مكن خالص. ده نوع كويس معمول كده كنوع من الايه مجملينها شويه، حط فيها الانجن زي ما انت شايف اهي وشغاله، بس ما كانتش دي ما اشتغلتش. ١٩١١ كانت اتقدمت، او الكلام ده من سنه كام؟ مش دي مش هي الطياره الاصليه دي. انا بتكلم على قبل المرحله دي، قبل سنه 41، لما كانت الطيارات بتتعمل بس بالخشب وبالقماش. وما كانش لسه اتعملت فيها ايه، حطيت لك من ورا ايه بروبيلر اللي هي، بس دي طيارة متقدمة. دي سنة 1908 كانت الطيارة معمولة مفيش فيها مكن خالص. والأخين اللي عملوها، واحد منهم مات بالتيفود سنة 1908، والتاني كمل وكان زهقان قوي لأن الحكومة استقرضته، ودي القصة بتاعتهم. دول الأخين اللي عملوا الطيارة دي. لا هم الأول كانوا بيشتغلوا في مطبعجية، وبعدين قلبوا العجلات يعملوا عجل، ومن العجل اتعلموا يعملوا طيارات، وأول ناس يطيروا في التاريخ بطيارة اللي هم إخوان رايت. دي الطيارة، بس دي متقدمة الطيارة دي، وزي ما انت شايف حط فيها مراوح ورا، بس كانت الناس كان بقى غيرهم اشطر يعني.